السلام عليكم الاصدقاء ديالي ومرحبا بكم في قناتكم وقناه نايوز في الخبر. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وسلام. كما غتشوفوا في هذا الفيديو هذا استقبال المنتخب المغربي لاقل من 17 سنه في قسنطينه في الجزائر، وكذلك الجزائر تنسحب من المنافسه مع المغرب على استضافه كاس امم افريقيا 2025، ولكن ان ترشح نفسها الى استضافه كاس امم افريقيا 2027 بجانب مصر اللي غادي تكون واحد المنافسه حتى هي قويه. كنتمنى من هذا الفيديو انه ينال الاعجاب ديالكم، غادي نخليكم تفرجوا في هذا الفيديو ونتلاقاو من بعد الفيديو. مرحبا بكم، مرحبا بكم. مرحبا بكم. هذا شوفوا فيه، هذه النهار اللي حاطين الملف تاعنا هذا 2025، خرج عليها المكلف بالاعلام خرج بكذبه واخده اخرى، قال لك حنا 2025 لا 2027. المهم رانا ناويين باش نديروا هنا كاس 27، كاين 25، هاي انا وين راهي 2025، ما ماناش نكذبوا عليه باش ما نقولوش بلي انا نكذبوا عليهم. ها هو انا وين راه اللي صورها اللي راح معاه، ها ولا وين راه، ها ولا هذا اللي استقبل الملف، ها ولا وين راه، هذا يعرفه بولي، يعرفه بولي، يعرفه مارادونا، وهاد التصويره بيطون ما نقولوش بلي رانا نزيدو عليهم ولا رانا نكذبو عليهم، ها ولا وين راه، يعني ملف 25، ها ولا وين راه. وها هو لو راه الملف تاع 25، ها هو لو وجهو هذا يبان، ها الملف تاع 25 باش تعرفوا، يعني لاحظوا الحقيقة، هاد الجزائر أصبحت تتلقى الهزائم بصدر راحب، هل أصبحنا نتلقى الهزائم بصدر راحب؟ نقولوا كيما هكا، يعني نورمال تلقاو انذار نضربوا النح، حتى خرجت الجامعه المغربيه قال لك لا انتم ضربتهم انذار، احنا ما نقبلوش داك الانذار، لازم تعاقبوهم، حنايا ما يعجبناش. اي خرجوا حتى وانا فيك يهضروا، وكي نخرجوا حنا وقلنا لكم، قلنا لكم يا راهي رسلت لهم انذار، قال لك لا شوبير غير بالعاني راه يزيد فيها، اقعدوا شوبير راه بالعاني، كيما نهار اللي خرج لكم حسين جناد، نهار اللي وراو هذا خرج حسين جناد يهدر قال لكم راكم تسرعتوا في وضع الملف وحبستوا قارتوا، ها راهي مصر على ما دخلتش، مصر كانت قادره تدخل على ما دخلتش مع المغرب، خاطر عارفه بلي حسين مت
كان على باله بلي في الصيف اللي فات قدام لاغينيا كوناكري يسحبوا منها الملف قد حسمت للبلد معين. صاي سي بون. ابو ريدا كان معروض في مأدبة عشاء نهار المغرب تكاليف الدومي فينال، واسمع بوذنه ابو ريدا بلي صايك يحبسوا اليوم. لو كان جا انت ابو ريدا يخاف من الملف تاع الجزائر ما يترشحش فانيك. صح ابو ريدا من يعلم ماذا يوجد عند لقجع وماذا يوزن لقجع، شحال يوزن لقجع في الاتحاد الافريقي وفي الفيفا، لم يتجرأ ووضع ملف للترشح لنيل كاس افريقيا، لم يتجرأ ومكاش لي جرأ، مكاش لي جرأ. البنين نيجيريا ترشحوا 2027 بنين نيجيريا، خاطر واحد قال لي لا بنين اودي راه مترشحين هما، ذكروا لك ملفات اللي دخلوا جدد، ملفات اللي دخلوا جدد بنين الاخرى مترشحه الى مداتهاش هي. الجزائر ليس هكذا، وبهذا تكون بلدي وبلدك، بلدي وبلد الجزائر، بلادي وبلادك. صور اللي وريت لكم عبره عن الواقع المر الذي تعيشه كرتنا واتحاديتنا من اجل عيون الوانها المقدس رقم واحد في الجزائر. صوره لصاحبها المبتسم من اجل التقاط، ولأستاذ مجهول جهل جمل من يرجع يراجع في أوراق الامتحانات، كأنه يراجع في أوراق امتحانات ما يشبطوا التصويرة. أنا درت لكم تصاور قلت لكم غادي كاع ناخذ عليهم. ولكن من هو هذا صالح بي عبود بعيد، يعني نقولوا باش نقولوا من هو هذا صالح بي عبود بعيد عن شخصه، يعني بعيد عن شخصه، أنا مانيش ننتقد فيه كالشخصية تاعو هو هكا، ننتقدو في المنصب تاعو، أنا ننتقد مدرب في المنصب تاعو، رئيس اتحادية في المنصب تاعو، يعني أي واحد ننتقده في المنصب اللي يكون فيه، ماشي في الشخصية تاعو يلبس بدعية ولا يلبس الحاجة اللي يدير مناقيش ولا يدير، الله يسهل عليه، حياته الشخصية هذيك حياة الله يسهل، أنا ننتقد مدرب، لاعب، راه كل واحد في المنصب تاعه. أليس هذا عبود مازال ينتظر رد الفيفا لإعادة المقابلة؟ أليس هذا صالح من صار وجال بين أروقة القنوات والإذاعات يخبر ويشرح وينتظر رد الفيفا؟ كيف نصدق هذا باي وهو يقول لنا كل الحظ الأوفر في نيل كان 2025؟ يا سلام، ألا تعقل وتتعقل حتى ترد الفيفا عن ملف الثقيل المحشي بالملفي والمقروط؟ أيها الصالح الباي عبود، والله الذي أشرك لك وأشار لك بأخذ صورة أضر بك وأنت لا تهمنا، إنما عكرتم وصغرتم من صورة ومكانة الجزائر. هذه نقولها لكم عودة لك. صورة جيدة للذاكرة لك، ومرة يعني ومرة مرت يعني العقد لواقع الجزائر الكروي. صورة للذاكرة مليح لك أنت، لكن مرة لواقع والعقل الجزائري الكروي، الجزائر التي ضحت برجال شهدوا وسهروا على أعلاها وأخذت من نكرة ممثلين لها حتى أصبحنا صغار، والصورة أبلغ مني في وصف ما صرنا عليه وفيه، والمؤسف لا شيء إلا من أجل عيون مقدس وشهوته حرصا على المقدس ونسيان أن الجزائر اسم وأعلى منه ومن معه ومن كل طينته وطينتهم. للأسف جعلوا من عبود صورة وجعلوا من الجزائر ملف، وهي الجزائر حبيبة، متى تكون هناك فزعة ومحاسبة كل من أوصل الجزائر كرويا لهذا الحال؟ الجزائر كبيرة عليهم وعلينا وكبيرة، والكبير هو الله، فلتحيا الجزائر ولتحيا الجزائر، لأننا لا نستطيع أن نتعمق، يعني مشي لا مشي خوف ولا لا
شي خوف، شي خوف، ما نقلع لكم التدرات تاعكم، نقلع حالكم انايا. وانا واش نعرف يعني نتوما من سيدكم حتى اللي يمسح الصباط نعرفكم واحد واحد، اقسم لكم بالله العلي العظيم. لو كان بنادم نعرف بلي واش نهدر ونفضح، لو كان نعرف حتى كاين بزاف يقولك شو بير عنده ناس واقفين مورا، ما عندي لا ناس واقفين مورايا لا والو، والله ما قلك ربي ومانيش قافز والله. لا قفوزية تاع دعوة الخير تاع عما، دعوة الخير تاع عما هي اللي مخليتني انا كيما هكا، وما عندنا لا كتاب، ما عندنا لا رجال والو. لازم تخرج مليح في راسك، نهدر غيرة على وطني، نهدر غيرة على وطني، خاطش علاه واش كي تشوف كيما قالوا الصوالح يعني ما لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه هي بزاف ناس يقول لك لا راكش راكش بنادم ما راكش ما والو، لازم تحط تكلة على ربي وما ناش قابزينا كوزية ما كاش. كاين دعوة الخير كتب واحد منا ما تقولوش قابز، قولوا هذا دعوة الخير، هادو ما همش قابزين، هادو صابوا هادو اللي راهم ياكلوا يسرطوا، هادو صابوا الأغبياء والجبناء، صابوا أغبياء والجبناء. أنت رؤساء اتحاديات في إفريقيا ورئيس اتحاد إفريقي يعرف باللي كاين مدرب يحكم فيكم بحكامة، والاتحادية كاينة اتحادية دالي إبراهيم وكاينة اللي تحكم يسموها اتحادية دالي دوحة، أقسم لكم بالله ما تشوفوا الضوء. هذه كل تابعات تاع نهار زتشي وبهلول هدرو ونهار تصريحات تاع العام اللي فات تاع المشرف تاعكم، تصريحات اللي دارهم. زيدوا ديروا ملف، زيدوا وجدوا ملف 2029، زيدوا انا نقول لكم زيدوا وجدوا ملف 2029، زيدوا وجدوا ملف 2029، وكي توجدوا ملف 2029 تخرج السنغال، زيدوا وجدوا ملف 2030 ولا 2032 واقيلا ما عرفتش، زيدوا وجدوا. أصدقائي مرحبا بكم في قناتكم يوسف الخبر، نتمنى من هذا الفيديو أنه يكون الإعجاب ديالكم، ما تنساوش أخوتي الأعزاء خلوا الآراء ديالكم في التعليق، ونتلاقاو في فيديو جديد في موضوع جديد، والسلام عليكم.